الحقيقة يعني الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة كان رمز للوفاء والإخلاص ورمز للتضحية والفداء. جمعتني فيه كثير من المواقف وكثير من الجبهات في خطوط الأمامية وفي أثناء التحضير وأثناء التخطيط. هذه كلها كان الرجل العسكري الأول في جميع المهام وجميع المواقف. هذا خسارة الوطن، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها الله في الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويكون معنا في تنفيذ ما بدأ به واستكمال ما بدأه من تحرير استشهاد الشهيد. زاد المعركة وقودا وزاد رفع معنويات المقاتلين في جميع الجبهات، وتوافد الناس بالعشرات إلى الجبهات يريدون استكمال ما بدأه الشهيد. يقولون نموت على ما مات عليه أو ننتصر. السلام عليكم.